السلام عليكم، معكم محمود من قناة ترو لايف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بدأت إجراءات عنيفة شوية مع الحصول على الجنسية في روسيا، وقريبا ستكون في أوكرانيا زي ما قلت لكم من سنة فاتت. في ناس يمكن ما صدقتنيش، يمكن ناس قالت لا ده مش حقيقي، انا خدت الجنسية وحصليش كده، بس قلت لكم هتحصل، هيجي يوم. وهو ان انت قبل ما تاخد الجنسية بالزواج بيعمل لك زي قاعدة كده ابيسنينيا بسيطة فيها 25 سؤال، او بنك الاسئلة 25 سؤال للتأكد من ان الراجل ده متجوز الست دي، مش زواج مصلحة، مش مقابل المال، مش مقابل الجنسية. لأن معروف في ناس كتيرة بتتزوج بغرض الجنسية، فعلشان يتأكدوا من هذه المعلومة لازم يتأكدوا إنكم عايشين مع بعض، إن حياتكم مستقرة، إن كذا وكذا وكذا. تطورت الأمور ومبقتش على الجنسية، لأ حتى على الإقامة المؤقتة. تخيل إن ابتداء من يناير الماضي 2022، السنة الحالية من يناير اللي فات للشهر اللي فات ده، بدأت هذه الإجراءات. أنا أقول لك النهاردة فحوى ال 25 سؤال وأنت تتوقع الباقي، لأن هما تقريبا المحققين أو المحقق دايما بيسأل أسئلة من هذا النوع. أبسط شيء بتتسأل عليه هو إنك أنت تتسأل على عنوان الريجستراتس بتاعك اللي أنت ناوي تسجل عليه وأنت بتقدم على الإقامة المؤقتة، أو اللي أنت لو بتاخد الجنسية معاك إقامة دايما. فبيسألك على السكن ده، بتعرف تقول العنوان مظبوط؟ فبيقول لك المنطقة فيها ايه عشان يتأكد انك ساكن هناك. يقول لك ما أسئلة عادية جدا، ولكن يقول لك المنطقة اللي انت فيها ايه، مثلا نقطة الشرطة موجودة فين في المنطقة بتاعتك، الإسعاف، المستشفى. بيسألك على الحاجات الأساسية، فانت خليك جاهز وان انت عارف المنطقة فيها ايه. هتقول له مثلا العمارة عندنا تحتها في ماجنيت، سوبر ماركت ماجنيت، في محل مشهور بتاع كوزمتكس مثلا موجود قصاد، في باريك ماخر مثلا فاتح في الحته الفلانيه اسمه كذا او مش فاكر اسمه، او في ابتيكا، في مطعم ماكدونالدز في اول الشارع. فخلاص بيبقى سؤال كده يقول لك اه، هو نفسه اللي بيسالك غالبا ما بيبقاش عارف المنطقه، بس هو عايز يشوف انت هتقول ايه ويتوثق. مش لازم تجاوب الاسئله كلها صح، لان مش بالتاكيد هتبقى عارف بالاحرى كل الاسئله، ولكن اذا سالك اسئله مهمه في العمق، قصدي أسئلة يعني زي مثلا اللي هو اسم أم أو حماتك، اسم حماتك، اسم أم زوجتك، لو لقاك بتقوله غلط أو مش عارفه، ده دي مصيبة ساعتها. لا، في الأسئلة الأساسية ما ينفعش تغلط فيها، لكن الأسئلة العمومية اللي هي ساكن فين، طب مراتك الريجستراتسة بتاعتها قبل ما تعمل ريجستراتسة على السكن ده كانت فين، طب اتولدت فين، ممكن تغلط، لأن أنت ممكن خصوصا لو هي ما مولودة في مدينة أخرى غير اللي هي بتقدم فيها أو اللي أنت بتقدم فيها أو اللي ساكنة فيها حاليا. لو هي مولودة في مكان تاني فيقول لك هي مولودة فين، وكذلك هي هيسألوها لو أنت مش مولود في مصر مثلا، لو أنت مصري، لو مش مولود في مصر، مولود مثلا في الإمارات، مولود في ألمانيا، في أي بلد، هيسألها الراجل جوزك ده مولود فين. فالإجابة لازم تكون صح. في سؤال أهبل كده بس لازم بيتسأل في حالات كتيرة، اللي هو لما أنتوا عايشين مع بعض وزوج وزوجة بتندهوا لبعض باسمائكم ايه؟ اسماء الدلع. معظم الازواج هنا في روسيا او في اوكرانيا يعني بيسموا اسماء قصيره لازواجهم، فلازم يبقى في اسم معين المحقق بيسالك، ولازم الاجابات تكون متحده او يعني متطابقه، لان ممكن يسالك لوحدك وممكن يسالها لوحدها، وبعد كده في اسئله مشتركه وانتوا قاعدين مع بعض. بيبقوا يعني عايزين يخلصوا بسرعة غالبا، فبيسألك أربع خمس أسئلة، ما بقاش الإجراء عنيف قوي، لأن ده إجراء جديد مش ما كانش اتعمل قبل كده. كان بيتعمل في حالات التبليغ عن الفيكتيف نيبراك، إن هو الزواج المصلحة، بيسألوا شوية أسئلة، حماتك اسمها إيه، طب جوزك عنده كام أخ وكام أخت، أسمائهم. فطبعا الحاجات دي لازم تكون عارفاها هي الزوجة لما تسأل. فلو لم تتطابق الإجابات ساعتها يقول لك لا مش هنديك الـ RVP، وممكن يتصعد الموضوع لحاجة مش عايزين نتكلم عليها أو هتكلم عليها في حلقة تانية، ولكن إن هو يبقى فيكتيف نيبراك، نخش في إطار تاني خالص. ولكن للإير في بي أو للجنسية الطلب ما يت... أصلا الورق ما يتقدمش قبل الأبيسنينيا دي،
لازم يقعد معاك المحقق ومع الزوجة ويسأل شوية أسئلة. يسأل مثلا: مش انتوا متجوزين؟ طيب في صور ليكم مع بعض؟ متجوزين بقالكم سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، المهم في صور ليكم مع بعض؟ اه في صور لينا مع بعض. طب وريني في تليفونك كده. فطبعا يدور في تليفونه ممكن ما يلاقيش، فدي مشكلة. يقول لها: طب انتي الزوجة معاكي؟ تقول: برضو معيش. فتبقى مشكلة، ازاي زوجين وممكن يكونوا متجوزين جديد ويقول لك مفيش صور؟ عشان الايرفي بي بيبقوا متجوزين جديد، عشان الجنسية بيبقوا فوق ال3 سنين متجوزين، فما فيش صور ليكم مع بعض في التليفون. طب انتوا بتتكلموا مع بعض على الواتساب، على الفايبر، على الفي كي، اي حاجة؟ يقول لك: اه طبعا. طب وريني كده، في مش هيقعد يقرا، بس وريني. فطبعا ممكن يفتح الواتساب بتاعها يلاقي فاضي، انت ما او ما فيش كلام بينكم كده، انتوا ما بتتكلموش بقى. او مثلا ممكن يلاقي الكلام كده، يقول لها مثلا: هي بعتاله بتقول له: هتدفع لي ال$5000 امتى؟ يقول لها: استنى اما اخد الاير في بي مثلا. يفتح له تشات، يعرفوا على طول ان ايه الموضوع فيه مصلحه. اللي هو تقول له: انا محتاجه فلوس دلوقتي، طب هدفع لك $1000 و4000 بعد ما اخد الاير في بي. فطبعا كده وش خلاص، باي باي يعني. فخلي بالك ان المحادثه بتاعتك ممكن يتسال عليها ويقول لك: وريها لي، وتوريها له. اضف الى ذلك ان في ناس مثلا ايه، يعمل ذكي ويقول لك: انا ما معيش التليفون بتاعي. يقول له: طب خلاص خد ميعاد كمان اسبوعين ولا حاجه، ميعاد تاني نعمل ابيسنيه تانيه ويكون معاك التليفون لو سمحت. فانت بقى هتظبط وتمسح حاجات وتعمل مش عارف ايه، وتجي له هيسالك اسئله بقى غير اللي انا بقول عليها دي. فغالبا هم عايزينك تيجي في القعده دي جاهز بكله، معاك تليفونك، في الصور بتاعتكم مع بعض، وفي محادثه بينكم وبين بعض. دي حاجات ساعات تحصل وساعات لا، يعني كل اللي بقول عليه ده هتلاقي نسبة منه بتتعمل في القعدة دي ونسبة لا. هيسأل زي ما قلت لك: الإخوات اسمهم إيه وعددهم كام؟ الأب والأم اسمهم إيه؟ أبوها وأمها وأبوك وأمك. الطرف التاني يكون عارف الأب والأم اسمهم إيه، مش هيسألك طبعًا أنت عن أبوك وأمك. هيسأل عن وظيفتها أو الجامعة اللي هي متخرجة منها. ففي ناس ما يعرفش وظيفة مراته، لا ده بجد في متجوزين بجد وما يعرفش وظيفة مراته، ويقول هي شغالة في الحكومة. اه شغالة ايه في الحكومة؟ لك ما اعرفش. تطلع هي مثلا بتقطع تذاكر مثلا في محطة القطر او حاجة، فتطلع حاجة تانية خالص، يقول لك لا يبقى كده الكلام مش متطابق. فاعرف وظيفة زوجتك لو سمحت، هي كمان تبقى عارفة وظيفتك. فانت ممكن تقول: انا بغير وظيفتي كل شوية. قولي كده، خليها تقول: اه هو بيغير وظيفته كل شوية، اخر حاجة اشتغل كذا. في مثلا سؤال برضو نادر الحدوث بس بيحصل، يقول لك: تليفونك معاك؟ يقول: اه. خليه معاك. يسألها: تليفونه نوعه ايه؟ كمان نفس الكلام، يقول لك: انت عارف تليفونها ماركته ايه او كده؟ يقول لك: آه معاها ايفون. لو قلت ايفون غالبا هتعدي، لكن مش هيقول لك ايفون مثلا 5 6 7 8 11 13، يعني مش هيسأل بالظبط كده غالبا يعني. في اسئله برضو ايه من الحاجات اللي هي تخليها زي ما تقول ايه، حلقه في ودنك. يقول لك: هي قبل ما يعني ايه ميعاد الزواج، تاريخ ميلادها، ده بالنسبه اللي هي، لكن هي بقى تبقى عارفه كمان على الناحيه التانيه، تبقى هي كمان عارفه تاريخ ميلادك وتاريخ الزواج طبعا بالاحرى. فيقول لك: اما رحتوا تقدموا على الزواج، التاريخ ده كان يوم كام؟ فانت المفروض قبليه بشهر، فخليك عارف التاريخ ده. معلش في شوية حاجات برضو ايه، تفاصيل كده ممكن ما تكونش مهمة ليك قوي، بس هم بالنسبة لهم ممكن يسأل عليها، لان هو شايف ان زوج وزوجة لازم يكونوا عارفين الحاجات دي. تمام. فيقول لك: عيد ميلادك اللي فات كان امتى؟ تقول له مثلا 8 فبراير. طيب في 8 فبراير ده احتفلتوا بعيد ميلادكم في البيت ولا بره؟ فبالنسبة لهم يعني ايه، لا يستحسن لو كان بره وكده. اه ونسيت حاجة، وطبعا لو بره تقول لهم كان فين او كده، فيقول لك: مين اصحابكم اللي كانوا موجودين؟ فيقول: كذا وكذا وكذا. طب كويس، هو ده طبعا لا يعرف اصحابك ولا حاجه. في حاجه مهمه بس قبل ما انسى، اللي هي الصور. الصوره يستحسن ما يبقاش صوره في البيت كده بس، لا صوره البيت مهمه وكل حاجه، بس تبقوا مصورين مع بعض، يا ريت في خروجه، في فسحه، في مكان بره المدينه، انكم بتتفسحوا مع بعض. الحته دي مهمه بالنسبه لهم جدا، صوره داخل البيت وصوره بره. صوره داخل البيت انكم قاعدين حياتكم الطبيعيه، مصورين جوه البيت جنب التلفزيون وبتاع، ممكن بلبسكم يعني مش لبس البيت، يعني نقي صوره تكون يعني، عشان مش ما يصحش يعني احنا كثقافه عربيه ان حد غريب، والمحقق ده شخص غريب، ان هو يشوف انت ومراتك بلبس البيت. لا خليكم بلبس عادي، جهزوا حتى صوره مسبقا
تبقى معاكوا في الموبايل انتوا الاثنين صور مختلفة طبعا، ما تبقاش نفس الصورة. وربنا يتم بخير ان شاء الله، يكون المعلومات دي مفيدة. اكيد في اسئلة تانية كتير، انا قلت لكم 25 سؤال النهاردة، قلت لكم منهم يمكن 18 19 20 ما عدتش، ولكن في 5 اسئلة مثلا الشيطان انسانيهما او انسانيهم. فان شاء الله لو في حلقات جايه ان شاء الله ليها علاقه هقول لكم الاسئله دي لو افتكرتها باذن الله، لكن هو غالبا بيكون هو الاسئله دي، مفيش اي اسئله اخرى تعتبر اهم من اللي قلته النهارده. ف اي حاجه مشتركه ما بين الزوج والزوجه يا ريت تفتكرها وتخليك حاضر، وموضوع اجراء روتيني بحت وبسيط ان شاء الله. وممكن هو بيقول لك 4 5 اسئله ويقول لك مبروك عليك اتفضل شكرا، خلص القعده وتقدم على الجنسية وتتقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير وحفظ الله، السلام عليكم.